والله ما بارك للرجال من قلبك ما دريت ان شكلك اكيد انا من قلبك نجوم. ها شوف ابو ثقل ما شاء الله تبارك الرحمن من يوم دخلنا البرنامج وهو يتعب على الحسنات وعلى الدرجات. سلام ما شاء الله تبارك الرحمن والله معطيه على نيته. ترى راح للمسجد الله يجزاه خير وسجد سجود شكر واظن قبلها مره الكنترول قال حطوا كاميرا عليه. هو راح اي راح الله يجزاه خير لا اله الا الله واني رايح ما بيحني يدي. احنا عارفينك عارفين نيتك طيبه وحطينا الكاميرا عليك. سلطان جاني طلب سؤال لك وش اكثر دوله خليجيه محببه الى قلبك؟ شفت لا 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 دقيقة برت ها برت هنا دولة خليجية هن برت دولة ها لا دولة أظهرها أنا أحس إنها قطر ما أدري. طيب سيف عينه خير الآن فيها شو اسمه الله صل على رسول الله فيصل حازم عنده شيء بيقوله وأنا في بالي شيء بقوله. فيصل بن عمان تذكرت بيتين لحامد بن سمعة يقول تبغى الكلام اللي يقلط في الكلام. يا سلام اسمعوا خلى الناس تسمعكم بليت ما في مراحل عمرك ارضاع وفطام ولد تواقف لا عثرت ولا حبيت خلك ربي للمهمات الحسام وانا خلك تمجدك من ما حييت. فيصل انت نجم قريت في تويتر برنامج اكس يقولون فيصل لم يظهر مهاراته الابداعيه للايام الاخيره طول البرنامج 60 يوم ويصلع عريكه بصمت الان فيصل يقول بدا يتحرك سمعوا من الصوت سمعوا من الحضور وهذا عبد الله بن رقعان مع عسل نجومه كانه يلمح لجمهوره وناسه يقول اشتروا عسل نجومه يبغى يتعدى سلطان من ثقه بس تبطي يا عبد الله سلطان ما حد يتعدى زينه شق يا سلطان انا على ما قلت انا في اول البرنامج ولا تالي البرنامج وعقب البرنامج لين اموت انا مرت احجاجي على الله والله العظيم حتى واجه لي ناس ما بعد ما اعرفهم في واحد انهم يقولون ابو ثقل انت مرتي حجاجك على الله مرتي حجاجك على الله والله ما اعرفهم بس المليون في ناس يقولها ما تشده والله يا المليون ما يقفي بهلا ان شاء الله ان شاء الله والله ما احد والله ما حد يشمها دامني حي فيصل الدبالين جنبك لا البارح المغرب يرد عليك يقول تبطي يعني بطي ولا ما بطي انا مرتي حجاجي على الله المليون لا يفكرون فيها شوف سلطان اخوي ولي جاء عنده جعل فيه العافيه وهذا شيء من مشيئه الله عز وجل لكن هو استغنى امس جالسين ونسولف حنا وياه ويدعي ادعى كان للعموم بالتوفيق وبالعلوم الطيبه يوم قربنا من المليون قام يخص نفسه بالدعاء وحنا نقول امين امين يوم انتبهنا لا ادعى زاد كلها نفسه احنا لحنا بحاسدينك لكن كل ابونا مرتسين احجاجنا على الله نعم هذا الكلام المليون عشرة المهم مليون عشرة والوصول لها تايد ما على وجهك والرجال مراكدونك ما تفكر ما فيها الا انت يا سلطان والله العظيم الرجال كلهم يتحدون التحدي لو سكت الحق هالطان ظهر رجال ما كان حاسبين عليهم قول له هلا انا في البدايه جاي انا والله الذي لا اله الا هو اني جايك ما لي الا الله وانا ما لي الا الله في ذا الحين ولا بعد الحين انت شوف كل العرب كل حاطين جروبات دعم وحاطين الناس مجمع العرب وانا والله اني جايك ما ادري حتى اللي حط الحساب يقول جحدني انا لاني موصل العيال مضبوط واجيك هنا وتكلمت قلت اسمعوا ان الله رزقنا انا اتكلم عن نفسي ان الله رزقني محبه الجمهور انا والله ما علي اخلاف مضبوط لو ما بحبي ما صقعت انا 30000 ريال شاري لك عسل نجوم 30000 ريال عسل سدر طبيعي ما اعطونا الرجال الكم القادح هذا اللي خلاني ادري ان اتكالي على الله ان الله انصفني وخلاهم يشوفون بعيونهم الله يوم اللي اقول ان الله بيسخر لي من يوقف معي والله ما شاء الله عليك انت بالمليون ولا الناموس كاريزما نوماس كاريزما تبي ذي ولا ذي شوف الرجال ثنتين والله ثنتين والله ثنتين ان شاء الله والله يا ناموس كاريزما مضبوط لا تحالف يا ابن الحلال ان شاء الله تقعد تكفر كم تكفر انت لا احالف انا اقول ان شاء الله ومرتي الحجاجي على الله وعلى اللي يحبون سلطان واللي يعرفون سلطان زين هذا حلف من باب الثقه اي من باب الثقه يا الناموس الاول انا خاف تروح عليك ويجيك جلطه لا ما هو جاي انتبه لا ما هو جاي جلطه شوف علما الناموس الاول بركز عند مفرق برت والثاني في مجلس الشاي راح اللقمتين يغص يا ابو عبد الله خليه يطرق سمي عبد الله ورقعان ايش يقول؟ اقول راح اللقمتين يغص يغص اي ودنا انه يقول هو يستاهل ولا اخذه يستاهل لكن بدون حلف اللي قال المثل راح اللقمتين يغص انا والله ما اغص اقول لك شيء شفت العسل؟ شفت العسل؟ يقولون البعره تدل على البعير فالان الرجال ذا حصل الان على الاعلى مبيعا وعلى الحصانه من البرايم الاسبوع ذا فمعناها كان جمهوره
يعطونكم طال عمرك غمزة بأنه تراكم المسابقين الثانيين وراء. اللهم لك الحمد. في الجائزة ولا أنتم قدام العلوم الطيبة، لكن الجائزة يقول هذا بس نسوي لك تست يا سلطان، روح مقبلات. لكن إيه مقبلات، لكن المليون بنعطيك إياها. الكلمة اللي أقولها من أقصى قلبي، أقول الله يجعل ربي يزيدهم من زوايد فضله، ويجعل ربي يجعلهم من كل ضيق مخرج، ويجعل السعادة ما تفرق. ادعو لأخوياك، ادعو لأخوياك. وأخوياي معي. سلطان قال لي معلومة تحت الهواء، سلطان قال لي معلومة تحت الهواء، وأنا بقولها. يقول ترى اللي شرى للعسل كله ما بالجمهور، ابو كايد دافع 30 ألف شرى. ابو كايد الله يجعلني قبل ابو كايد. ابو كايد اللي هو بعيونه اعطانيها، لكن هذا مضبوط. هذا هذا ما عندك جمهور. ما عندي جمهور؟ لا لا، لو ما عندي جمهور ما اصقعها. اقول لك شيء، اقول لك شيء، اقول عزتي اللي يبي يوصل السحاب ولا هو بواصل. عز الله. اسم لا انا برد عليه. واحد الصبع شراك فايز الشراني. ها فرحان يحسب انه قد خذ الحصانه. لا باقي بتعدونك ناس. الحصانه انت ما باقي خليك. بتعدونك ناس. وي بني ابعدت عليك. ما تفكر انت انت لحالك. معك 25 رجال. اسمع لا تستعجل، لا تستعجل. ايه. ما دامهم عطوهم للحين، عطوهم للحين ذيه. يشوفون ويذوقون. مضبوط. ها عينوا خير والله ان تشترون وتشترون ما وصلتوا. اسمع 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 يا ابو ثقل. ما وقفوا ذا الوقفه والله. الرجال الرجال متكي على ثقيل. اشهد اني مرسل حجاجي على الله سبحانه وعلى سلطان. ربي ربي يزيدني من زوايا فضلهم يا رب. اسمع فايز ايش يقول. اسمع فايز باقي بتجينا احصائيات مضبوط بيتنا ونشوف من اللي بياخذ الحصانه. ها اقول باقي بتجي احصائيات حقتها مضبوط بيتنا ونشوف من هو اللي بياخذ الحصان. ما دام ذا الوقفه جت حبيبي الرجال عسل نجومه حاصل على المبيعات. ما دام هم يقولون كذا جاي جاي. انا اقول لكم ما دام انها جت كذا اقوى ما في خيركم اركبوه. على كل اقوى ما في خيركم اركبوه. ولا احد يدخل بخيله. انا بسوق لمضبوط بيتنا. طيب سعر رسول الله. رعد بيتكلم يا فايز. شباب خليكم مع رعد. اتوقع جمهور فايز بما انه الان ارتكى وجه كلامه صوب سلطان. اتوقع بالعسل جمهور فايز بيتعداك يا سلطان باذن الله. هذا دعمهم هم بعد ذاك اول عسل وش عدا ذاك. هذا ايش؟ هذا دعمهم للحين وهم مع ذاك اول عسل وش عدا جاهم ذاك. الله الله يا ابو يا يا ابو يا اي والله يا ابو يا اسف تعال الرجاء يتحدى على المليون وعلى ناموس كاريزما. انا قلت قبل شوي كلام انا الثابت هو المتحرك. يا انا من اول التصفيات وانتم عارفين. ان شاء الله انا الاول وانتم عارفين. العبره بالعسل. مبيعاتها العبره بالعسل. لا هو يتكلم عن النهايه. العسل اسبوعي حصان اسبوعيه. هو يتكلم عن النهايه المليون. انا اتكلم عن النهايه واتكلم عن كل شيء ان شاء الله طيب في ذا البرنامج. الاول ان شاء الله انها لأن الله يرضى عليك. اركض. هدي هدي. أما صل على النبي. أما أنه عندي ولا عند أخي أبو فهيد. الله يطول عمرك. مالك تعدي. أنت بان وقعك عاد حمد التصفيات. أما عندي ولا عندك أبو وقع عمرك كلنا واحد. لا إله إلا الله. الوقع من البدايات. أول حصان ترى قفنا بها. وفول اسمع أول حصان أنت أعلنتوها قفات بها. واول حصان تنفل عسل قفات بها. كفو. والله الذي لا اله الا الله. باقي 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 على تصويت. اسمع على تصويت شيخ سالم. اليوم الاربعاء باقي الخميس وباقي الجمعه باقي يومين. هو ب 30000 ريال شغلك. بيجون الناس مطلع عمرك بيشترون ب 50000 و 100000. كم باقي من يوم يا ابو عبد الله؟ باقي يومين. يومين. يوم الجمعه. هم هو بنهابه ولا هم صافيين. ان الواحد يقول انه الفلان ولا الفلان. هذا التوفيق الله عز وجل. ابو ثقل هذا هو اثبت وجوده اليوم. نعم احنا نعم ابو ثقل احنا عيال اليوم. احنا عيال اليوم. اللي راح راح واللي بيجي بيجي. ابو ثقل ابو ثقل اثبت وجوده. الاسبوع الجاي ولا في ذا الاسبوع ورنا جهدك هنا. انا الرجال ما ندري الحياه ولا الموت ولا ممكن معك رب رايم تودع سيف شيخ هشام. يلا ما تدري. اسمع لو بموت ابى اقول الربع عيال عمي ابو فهيد خاف يموت معك ما تدري. الله يرحم والديك. هذا شيء من مشيئه الله. لين بيجي يوم خلاص ما ننهي الموضوع حتى الان. ناموسنا واحد. اعذروني اعذروني اللي تكلمون يتحدون بيض الله وجيكم وقد التحدي. لكن اللي مثبت نفسه الى الحين سلطان بن ثقل وسلامتكم. نعم نعم تكثرون كلام تقللونه. انا متفائل. حط الكاميرا على سلطان. حط الكاميرا على سلطان. شوف ايش يقول عن الاول. شوف اصبعه. كفو يا ذيبان كفو. هو الاول دايم باذن الله. نعم يكون الاول متفائل بس احنا واثقين. انا متفائل فايز ان شاء الله خلال اليومين هذه. احنا واثقين بارقام وتتذكروا.
يستاهل والله ابو معن. عموما الحصانه فقط اللي اعلم بها هو ولا الشباب كلها. والله كفو يصلح فيديو كليب على اصبع سلطان. تصميم ها صح على تصميم اصبعك منعوج اصبعي مايل للجهة اللي فيها الربع فيهم فيها الربع فيهم ماله اي الضغط كله الضغط المخرج اباضه المخرج اباضه المخرج اباضه المخرج